رابل اللي غيديروا واحد الالبوم بجوج سي فري كوم عمر ما كانت اول فرقه كنشوفوها وغادي نسمعوا لها تو سويت سور شان انتر وغادي نهضروا كوميم على هاد لو مورسو هذا تقدموا لنا العفريت بيسكو تاع عفريت ايوا تاع عفريت معنا باش تفسر لنا دونك المعنى ديال هاد لو مورسو اللي غادي نسمعوا الاول شنو هو لو تيتغ ديالو لو تيتغ ديالو هو ذا ريتيرن يعني ذا ريتيرن هما رجعوا داكور يعني دينا باك دينا ذا بروز دينا في 2002 2007 يعني ما عمرنا فكرنا نديرو شي حاجه بجوج يعني قلنا اليوم نرجعوا ذا ريتيرن 2011 Très bien, The Return, le morceau qui marque justement le retour de ces deux frères, El Afrit et El Salhor. On va l'écouter dans quelques secondes, juste le temps d'une petite promo et on se retrouve juste après. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de او كيقولوا بان راه الدراري مدير الراب ما قاريينش غادي يتفلاو انتم سمعتوا النيفو ديال الفصحى كي داير وحاجه واحده اخرى اللي بغيت نركز عليها الاول هو تبينوا ديجا بان النيفو انتيليكتوال ديالكم راه ماشي بحال داكشي اللي كيسحب الناس هادو راه غير ديال الزنقه ما قاريينش ما عارفين حتى شي حاجه دونك هذاك هو لو بوت ديالكم سي باش تعرفوا بان راه انتم عندكم ما تقولوا اللغه العربيه فصحى وتبارك الله عليكم سجلتي انت والاخ ديالك ملي كاين شي حاجه تسجلوا شي حاجه باقي تقدر تزاد ما مازال يمكن تزاد دوكو على هذا الالبوم هذا وقتاش ان شاء الله درتي له لا سورتي ديالو وقتاش غادي دير الالبوم درنا حنا مع دابا كيما عارفين المشكل اللي كيوقع فيه كاع الواب كاين مشكل ديال البيراتاج وبنادم الناس ما بقاش كيشري السيديات فالو قلنا كل شهر نخرجوا اكستري باش ني تعطينا الفرصه باش ما تعرفش تقدر تزيد شي حاجه ولا شي حاجه دونك تبقى تخرجوهم شويه بشويه تجمعوهم كاملين كاين باج اوفيسيال في الفيسبوك سميتها الحروف الطايره الحروف الطايره سو فيسبوك سو فيسبوك يمشي يدير كليكي على الحروف الطايره ولا سو جوجل دير غير الحروف الطايره غتعطيك كل شيء عطاك اللينك ديريكتومون والسيت اوفيسيال دابا راه راه تتصيب شي حاجه ان شاء الله بروفيسيونيل اول سيت بروفيسيونيل ديال الراب اللي غيكون في المغرب السيت دو كونستركسيون شنو غيكون فيه ان شاء الله لو سيت غيكون فيه كلشي غيكون فيه البيوغرافي ديالنا من النهار الاول كاع لي زالبوم اللي خدمنا عليهم كاع لي بروجي ميوزيكال اللي خدمنا عليهم لي بروجي اللي جايين كاين شي يقولوا له لي زانترفيو اللي زدنا مثلا عندكم هنايا وكاين دي زانترفيو اخرين و لاكتواليتي ديال الجروب ديالنا خدامه لا ميزاجور ديال السيد بغيت نستغل هاد الفرصه باش نشكر ياسين حبيبي اللي هو راه حبيبي حبيبي راك حبيبي ديال بصح هو اللي خدام على السيت دابا تصيبوا لنا